الصعيد العائلات ديال المختطفين. هذه هي المرة الثالثة اللي كنقوموا فيها هذه الوقفة، وهي ستكون وقفات كل شهرين، وسمينا هذه الساحة ساحة الحقيقة، من أجل الحقيقة كل حقيقة عن مصير جميع المختطفين السياسيين الذين اختطفوا ولم تظهر الحقيقة عن مصيرهم. وكذا كنطالبوا بالذاكرة فيما يخص المعتقلات السرية، واللي منها تزمامات ومنها درب مولاي الشريف، لكي تضحي وتصبح مراكز ثقافية حتى يبقى ذلك للحقيقة والذاكرة. الآن الأمهات يستشهدن تباعا معرفة الحقيقة ودون إقامة جنازة. العائلة تنتظر، الإخوة تنتظر لإقامة جنازة لأبنائهم، وهذا هي مأساة أن الأمهات يذهبن بغصتهن بدون معرفة الحقيقة. كذلك هذه الحقيقة ستكون لطي صفحة الماضي انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي تحقيق العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية لا يمكن لها أن تتم بدون طي هذا الملف الشائك وما يستتبعه من متطلبات وشروط.